نصايح للأم ونصايح للأب. تمام. اتفضل. والله حضرتك هو الجانبين لما بيخشوا المحكمة بيخسروا. تمام. بيخسروا ان الزوج بيقول دي اشتكتني خلاص، دي دخلتني المحاكم، يعني حتى لو في مجال للصلح كده خلاص هو نفسه اتثبت، يعني اسمه اتذكر في محاكم وفوجئ ان مثلا على احكام ومحضرين رايحين له وجايين وبيطالبوه بفلوس وخلافه، ان اولاده وفجأة بان في دعاوى مرفوعه باسم اولاده بيطالبوا بنفقه. فبنصح ان تبقى اخر حاجه نلجأ لها المحكمه حتى تحصيل النفقه برضو، يعني معلش انت يا زوجه اللي هترفعي قضيه على زوجك، الموضوع بيطول في المحاكم وبياخد وقت. ايوه هي طبعا القانون في صف المراه في النقطه دي قانون الاحوال الشخصيه على اساس ان هي الجانب الضعيف، وعلى اساس ان هي الجانب اللي غالبا الحضانه معاها، يعني الاطفال بيبقوا معاها، يعني القضيه بتاعتها كده كده في نفقه، يعني معلش اوريدي انا رافع قضيه نفقه على شخص ما، اكيد في نفقه هتتحكم، يعني قضيه كسبانه 1000000%، الفرق في القيمه بس هيتحكم عليه بكام. ايوه. فهي القانون في صف المراه في النقطه دي، بس بيطول في تنفيذه وبيطول في مشاكله واللي عند بيدخل. فنتمنى ان يعني كل الصراعات دي تذوب، وان الموضوع يبقى في اصعب او اضيق الحدود الممكنه نلجا للمحكمه او نلجا للطلاق والخلع.